أشادت السائحة الأمريكية إيما فريزر بحسن الرعاية الصحية في مصر وحسن تعامل المصريين إثر تعرضها لحادث سير خلال زيارتها لمنطقة أثرية بسوهاج تسبب لها بكسر بالساق، حيث عبرت السائحة الأمريكية عن امتنانها للتعامل الإيجابي معها خلال فترة علاجها التي استغرقت 28 يوما، مشيرة إلى أنها تلقت رعاية وعناية صحية ذات كفاءة لا تختلف عن رعاية بلدها، علاوة على شهامة مرافقها المصري التي تمثل في سرعة إسعافها وطمأنة أسرتها بالخارج. رسالتي للسائحين: تعالوا إلى مصر، إنه ليس مكانا جميلا فحسب، بل شعبا شهما أيضا ودودا لأقصى حد. وفي حالة تعرضكم لحادثة لا قدر الله، سوف تحصلون على عناية طبية ذات كفاءة عالية. لا تترددوا، تعالوا إلى بلد الأهرامات الرائعة الجميلة. حدثينا عن العناية الطبية هنا بالمركز الطبي بالأقصر. العناية الطبية التي حصلت عليها بإشراف دكتور ديفيد هنا بالمركز الطبي بالأقصر ممتازة للغاية من جميع فريق العمل الودود على مدار جميع أيام فترة العلاج.